قالوا في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، يعني لو مات ميت وغسله كافر، أخوه أبوه جاره كافر مثلا، هو غسل هذا الميت تغسيل على مستوى مثل ما يقولون، ما يقبل، لابد أن يغسله مسلم، لابد أن يقوم بتغسيل الميت مسلم مثله، تغسيل الكافر لا يجزئ ولو غسله على السنة لا يجزئ، لابد أن يكون المغسل مسلما وأن يكون عاقلا. لو غسله واحد مجنون هم يقولون له سو كذا سو كذا سو كذا وسوى كل شيء، ما يصح الغسل. لماذا؟ لا نية له، وإنما الأعمال بالنيات. وأن يكون عاقلا، أن يكون مميزا. المميز هو الذي يدرك ويفهم.